رغم أن الكلمات تعني ببطء، إلا أن نجاح هذه الأغنية لم يكن كذلك. هي ديسبوسيتو الأغنية التي برزت في هذا الصيف عالميا. الأغنية باللغة الأسبانية أطلقها مغنيان من بورتوريكو هما لويس فرانس ودادي يانكي، وحققت انتشارا جيدا في البداية. بعد ذلك تم إطلاقها بثلاث أشهر خاصة في الأمريكيتين. بعدها قرر المغني الشاب جاستن بيبر أن يغنيها دامجا الإنجليزية والأسبانية، لتحقق بذلك هذه الأغنية نجاحا واسعا في العالم. الأغنية حققت على يوتيوب 2,400,000 مشاهدة على يوتيوب خلال 5 أشهر بنسختها الأسبانية، والنسخة التي غناها جاستن بيبر منذ 2 شهر حققت حتى الآن 350,000,000 مشاهدة، حتى أصبحت ديسبوسيتو ثاني الأغاني الأسبانية الأكثر شهرة في التاريخ بعد ماكارينا. الكل أثبت براعته بالرقص داخل الأستوديو. نجاح الأغنية المدوي حول العالم لم تتوقف إيجابياته على الصعيد الفني، بل وصلت إلى السياحة، حيث ارتفعت نسبة اهتمام السياح العالميين بزيادة بورتوريكو إلى 47% وفق صحف البلاد، التي تقول إن جملة هكذا نفعلها في بورتوريكو التي تضمها هذه الأغنية، بالإضافة إلى اختيار أماكن جيدة وخلابة لتصوير الكليب، هو وراء إنعاش السياحة في البلاد التي أعلن حاكمها إفلاسها منذ أشهر لإعادة جدولة ديونها التي وصلت إلى 70 مليار دولار. نيانا طفلة فلبينية ونجمة مواقع تواصل اشتهرت عبر قناتها على اليوتيوب، المشتركين فيها أكثر من 900,000 شخص. حسابها على انستغرام الذي يتجاوز متابعوها فيه 1,700,000 متابع، نينا نشرت عبر القناة مقاطع ترقص وتغني بل وتمثل فيها. وكان للطفلة دورها هي أيضا في حمى هذه الأغنية التي أصابت العالم، حيث نشرت أكثر من فيديو لها وهي تغني وترقص على الأغنية بطريقة كوميدية، حققت أكثر من 13,000,000 مشاهدة متابعة. Get that despacito. نجاح أغنية ديسباسيتو وصل إلى العالم العربي، حيث انتشرت الأغنية بشكل واسع. الموهبة الفلسطينية نويل خيرمان استغلت الأغنية ودمجتها بأخرى عربية في ماش أب، هذا التطبيق لتحصد أكثر من 1,500,000 مشاهدة على يوتيوب خلال أسبوع. فلنستمع كيف أدتها. واحدة حبة من زمان ما يحس حبة كان، وأنا كنت عاني من زمان تاني حس وقتها، أخيرا قالها قال أحبك لها. Despacito quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito